بعدك يوم جان توجه رسالة إلى حبيبها غيث ليحتفل بعيد ميلاد. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أبو فلة ما زال يكافح من أجل الحصول على 10 ملايين دولار للعوائل المحتاجة وينشر ستوريات من عزلته. قاعد آخذ قسط من الله. يا ولد سكر يا ولد، لا يشوف ولا سكر، سكر يا ولد، خلنا آخذ قسط من الله. يا الله، وفي ثلاجة شوف فيها ما شاء الله. عطني الله وين. يا جماعة جزاك الله ألف خير. كفو، استمر استمر استمر. الله كفو عليكم يا جماعة، كفو عليكم، كفو عليكم يا جماعة. هلا كفو والله كفو. كفو يعطيكم العافية يا جماعة. لا تنسوا تكلمون. دقيقة لا تنسوا تكلمون أباكم. كلموا أباكم وعادكم عشان يدفعون. اللي ما عنده بطاقة يكلم أمه. غيث مروان شارك أصدقائه بالأمس بالاحتفال بعيد ميلاد مرام خطيبة نصوح أخ اليوتيوبر سارة ملس، والاحتفال كالعادة كان في الصحراء. مرام كل عام بخير. أنت بخير إن شاء الله، بألمين سنة يا رب. Thank you يا رب. نشوف أحفاد كل عام بخير. صحتين صحتين سوسو. أنا ما أكلت، عم استناكي ما أكلم. ها إعلان لحرديز. ها العيد. نشرت بالأمس رغدة كيوميجان ستوري مأخوذ من طرف الفانز، اعتبره المتابعين أنه موجه لعلاقتها السابقة مع رضا الوهابي. وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لك لدعمكم وحبتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم. شوفكم في الفيديو الجاي.